بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في مدرسة الشيخ عبد الرحمن السعدي الابتدائية لتخريج دفعة من الطلاب لهذا العام. بدايتنا بالسلام الملكي مع الفرقة الكشفية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض رفعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. بداية مسيرة الطلاب. تفرح الرؤية وتغني وتفتخر بالناجحين، ألف مبروك نهني يا حصاد أحلى سنين. تفرح الرؤية وتغني وتفتخر بالناجحين، ألف مبروك نهني يا حصاد أحلى سنين. ذا حصاد اللي تعب خذ بالسبب، ذاكر وثابر سهر سوى العجب، ذا حصاد اللي تعب خذ بالسبب، ذاكر وثابر سهر سوى العجب،
بالذهب اسمه على المجد انكتاب، ألف مبروك نهني الناجحين. ذا حصاد اللي عطاه من خبرته، اللي ما عمره بخل في بسمته. ذا حصاد اللي عطاه من خبرته، الهدف واضح بمنهج رؤيته. المعلم والمربي بصمته واضحة في عيون كل الناجحين. افرح الرؤية وتمني وتفتخر بالناجحين. مبروك النهاية، ذا حصاد احلى سنين. صعب نوفي بالقصايد شكرهم. ذا حصاد اهلي وملي غيرهم، ربي يكتب لي رضاهم برهم. النجاح اليوم اهدائي لهم، يا سندنا يا اساس الناجحين. ذا حصاد ايام لا ما تنسى، صحبة في الدنيا وفي الجنة عسى. ذا حصاد أيام لا ما تنسى، صحبة في الدنيا وفي الجنة عسى عسى. تحكي عنهم كل زوايا المدرسة، تشهد انهم مبدعين وناجحين. افرح الرؤية وتغني وتفتخر بالناجحين. ألف مبروك النهاني، حصاد الرؤية من عمر طويل، تصنع الأجيال جيل بعد جيل. ذا حصاد الرؤية من عمر طويل، تصنع الأجيال جيل بعد جيل. والجميل إن نرد لها الجميل، بإننا متخرجين وناجحين. والجميل إن نرد لها الجميل، بإننا متخرجين وناجحين. حصاد كويتنا يحيى الوطن، يحيى الوطن. نسكن ديارا وهو في ناسكن، في ناسكن. حصاد كويتنا يحيى الوطن، يحيى الوطن. نسكن ديارا وهو في ناسكن، في ناسكن. المدرسة يلقيها الطالب إبراهيم اللبلي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اتبعهم بإحسان من المؤمنين. أما بعد، حفلنا الكريم، أرحب بكم في مدرستنا أجمل ترحيب، وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتشرف مدرستنا في هذا اليوم المبارك بحضوركم لمشاركتنا في حفل تخريج الدفعة الثانية لطلاب الصف السادس بمدرسة الشيخ عبد الرحمن السعدي الابتدائية. في هذا اليوم نفرح سوياً معلمين وآباء بتخريج أبنائنا من أهم مرحلة تعليمية من مراحل التعليم وأطولها زمناً، وقد تكون نصف مشوار التعليمي وإثباتها في ذاكرته. فقد قضى المعلم والطالب 6 سنوات متواصلة لجني ثمار النجاح، حرصنا خلالها على أن نسلحهم بالعلم، ونقرس العادات الصحيحة، ونعودهم على حب الخير واحترام الآخرين. وهنا لا ننسب النجاح لشخص أو فرد، بل إلى أسرة المدرسة
من قائد ومعلمين وإداريين. نسأل الله العلي العظيم لنا ولكم قبول العمل، وأن يعيننا وإياكم على أداء الأمانة، ووفق الله الجميع لما فيه خيرا لهذا الوطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة الخريجين يلقيها عليكم الطالب البراء الراجح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله مديرنا الفاضل الأستاذ محمد بن أحمد العمير، أباء المعلمين وأولياء الأمور وأخوان الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أننا الآن نعيش لحظات مليئة بالمشاعر المختلفة، فما بين فرح غامر بقرب إتمامنا لدراسة المرحلة الابتدائية في مدرسة النذرة فيها معلميها وطاقمها الإداري أنفسهم ووقتهم وجهدهم لإكسابنا العلم النافع والمفيد، وما بين لحظات وداع ما أصعبها، فساعة الفراق قد حالت واقتربت، لكن القلب الذي ينبض بصدق الأحاسيس لا ينسى هذه السنوات التي قضيناها معا، وإني لأجدها فرصة عظيمة لأزجي أجزل الشكر وأتمه لقائد المدرسة وجميع منسوبيها الكرام لكونهم السبب في وصولي وزملائي إلى ما وصلنا إليه. وإننا نعدكم أننا سنواصل طلبنا للعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Praise be to Allah, Lord of the worlds, and praise and peace be upon the Prophet Muhammad. We are honored to welcome you to our school to greet with the greatest of Islam, peace be may blessing of God upon you. Our school is honored to attend the ceremony of the second batch of sixth grade at Abdurrahman Saudi Primary School. On this day, we rejoice together, teachers and parents, our children from the most important stage of education. أنشودة يلقيها الطلاب. أزهو ربي أسر أو وبطر زيديني
انظر لارتفاع وانخفاض الصدر، الشخص هذا يرتفع صدره ولا ما يرتفع. اللاعب الاول
قصيدة يلقيها الطالب فاسل بخيت. خريج أمضي ودربي صادع تشدو به الآمال في وجداني، خريج أرنو إلى درج العلا بعزائم الأقدام والإيمان. إني غضعت العهد أن أرغى السما أزهو وروح الجد في شرياني. نجتهد في كل حرص واهتمام والنجاح لجهدنا أغلى وسام. بالفرح الدمع يجري بكل عين وكلنا نرفع الخالقنا اليدين. نحمده دائم على هذا النجاح يا عسى يدوم في كل السنين. وفي الختام نشكركم على حضوركم لهذا الحفل.